صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طبعا استجابته كانت من أسرع الاستجابات في العالم ما بعد جائحة كوفيد 19. من الاستجابات هاي كانت استجابة العالمية للتعليم. إحنا كل أطفالنا تضرروا في العالم في كل أنحاء العالم ما قدروا يحصلون على تعليم في الفترة هاي. باكر يمكن عندنا جائحة أخرى، عندنا مشكلة أخرى، كارثة أخرى تمنع أطفالنا من إدخالهم إلى المدارس. فليش ما تكون في منصة عالمية رقمية أنه ممكن نوفر التعليم للطلاب المحتاجين ذو الدخل المحدود، الطلاب النازحين، الطلاب اللاجئين، الطلاب اللي في المناطق اللي ما يتوفر فيها أو ما تتوفر فيها مدارس؟ ليش ما نقدر نصمم ونبتدي وندشن مدرسة رقمية، مدرسة أصلها كلها هي منصة رقمية، ويقدر كل طالب وتقدر كل طالبة على أساس أنه يلتحقون إلى المنصة هاي ويقدرون يحصلون. طبعا المنصة الرقمية هاي تشتغل مع وزارات التربية والتعليم في الدول هاي، فدائما المنهج الدراسي يكون منهج وزارة التربية والتعليم للدولة المستفيدة ويتغير إلى منهج رقمي، ومن ثم أن احنا نقدر نوصل مع الوزارة إلى الطلاب اللي مو قادرين يلتحقون في المدارس أو في المناطق اللي ما فيها مدارس اللي ممكن نوفر لهم المنصة الرقمية هاي.